السابعة من التناصح وكالعادة البداية بأهم الأنباء. مفتي الديار يؤكد أن عدو بني غازي هو عدو مدينة مصراتة وهي هدفه الأول إن سقطت بني غازي. شباب ليبيا المؤمنين المجاهدين الصابرين. محمد الضراط يعتبر التصريحات المتحدثة باسم الكرامة تدل على أن قواتهم غير قادرة على حل مشكلة الوطن. تتابعنا أيضاً مصلحة المطارات تقرر الاستمرار في صيانة صالة الركاب في مطار طرابلس، والسراج يدعو للتوقف على أعمال الصيانة. من عناوين السابعة إلى تفاصيلها، حيث قال مفتي الديار الليبية فضيلة الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني في مقال له الخميس، قال إن الحرب على ما يعرف بتنظيم دولة في سرته قد كلفت بلادنا ثمنا باهظا بفقدها لعدد من الفئة المؤمنة الصابرة، وكلفت الأباء والأمهات فقد أعز عليهم أحباء. مفتي الديار وفي ذات المقال الذي جاء على صفحة دار الإفتاء الليبية بعنوان الاعتراف بالفضل لأهله، قال فيه إن كل من شارك في عملية تحرير سرته من كل مدن ليبيا لهم فضل في أعناق كل أهل ليبيا والمسلمين أجمع. هذا وذكر فضيلة الشيخ الصادق أن معركة سرت التي استمرت لسبعة أشهر شاركت فيها أكثر من 30 مدينة ليبية مشاركات متفاوتة، لافتا إلى أن أبناء مدينة مصراتة تحملوا العبء الأكبر في هذه المعركة حسب نص المقال. أيضا حيث أضاف مفتي الديار الليبية أن شباب مدينة مصراتة ما اجتمعوا في معركة إلا وكان النصر والتوفيق حليفهم، لافتا إلى أن عدوهم قد أدرك خطورة ذلك فعمل على أن يفرقهم من الداخل. مفتي الديار أضاف في مقاله أن أهل مصراتة إن لم ينتبهوا لما يحق لهم من عدوهم وإلا يفرطوا في العزة التي عزهم الله بها بنصرة الحق وأهله، ونوه مفتي الديار إلى أنه لا ينبغي أن يكون من أهل مصراتة من يقفل الميناء ويمنع مدى يد العون والنصرة للمجاهدين في مدينة بني غازي، مشيرا إلى أن عدو بني غازي هو عدو مدينة مصراتة ويعتبرها هدفه الأول إن سقطت بني غازي. وأكد مفتي الديار الليبية فضيلة الشيخ الصادق الغرياني مخاطبا أهالي مصراتة، أكد أن الدفاع عن بني غازي دفاع عن مصراتة، لافتا إلى أن أهالي بني غازي مستضعفون وفي انتظار من ينصرهم. فضيلة الشيخ أضاف في ذات المقال أن الدفاع عن بني غازي وأهلها واجب على كل الليبيين، لافتا إلى أن على أهالي مصراتة ألا يسلموهم لعدوهم ويصدقوا قول أعداء الوطن فيهم بوصف الإرهاب حسب نص المقال. لدار الإفتاء الليبية نداءات وتحذيرات عديدة من كافة التنظيمات المتطرفة من أفعالها المنحرفة، فلنتابع. في تاريخ 27 من يوليو 2013 أصدرت دار الإفتاء بيانا بخصوص أعمال العنف والاغتيالات المتزايدة، جاء فيه أن كل من له صلة بأعمال القتل سواء كان فردا أو جماعة أو دولة أو تنظيما أيا كان انتماؤه أو توجهاته فهو يرتكب ظلما كبيرا وإثما غليظا، فإنه ليس هناك ذنب بعد الشرك بالله أعظم ولا أبغض ولا أشنع من قتل مسلم بغير حق. وفي تاريخ 21 من أغسطس 2013 أصدرت دار الإفتاء بيانا بشأن تداعيات الأحوال الأمنية في البلاد، جاء فيه أنه لا يحق شرعا لأي جماعة أو جهة أو مؤسسة في البلد أيا كان انتماؤها الفكري أن تسمي نفسها إسلامية أو غير إسلامية، وأيا كان وجودها المكاني في شرق البلد أو غربها أو جنوبها، وأيا كانت مبرراتها من فاقة وحرمان وتظلم أن تستغل في ظرف غياب القانون لتحقيق مكاسب بالقوة بالقتل أو التفجيرات والعنف. وبتاريخ 20 من أبريل 2014 صدر عن دار الإفتاء بيان بشأن الاعتداء على البعثات الدبلوماسية،
وأهم ما جاء فيه أن الحال يزداد سوءا عندما يرتكب مثل هذا العمل المشين من اختطاف للأبرياء باسم الإسلام ونصرة أهله. وفي 21 من مايو 2014 صدر بيان مجلس البحوث وهيئة علماء ليبيا بخصوص أحداث بنغازي وطرابلس، استنكرت فيه الخروج المسلح على الشرعية واعتبرته من أعمال الثورة المضادة، ورأت فيه أنه واجب على جميع الليبيين أن يستنكروا الانقلاب ويتبرؤوا منه ولا يغتروا بما يرفعه من شعار محاربة الإرهاب. وفي تاريخ 28 من مايو 2014 صدر بيان مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء بخصوص بيان مجموعة أنصار الشريعة، استنكرت فيه دار الإفتاء التكفير والعنف والتفجير في الدعوة إلى الله، واستعداء أهل الأرض بإطلاق شعارات تعلن حربا مفتوحة على الأمة. أما بتاريخ 16 من فبراير 2015 فقد صدر بيان عن مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء، جاء فيه أنها تدين بشدة الأعمال الإرهابية التخريبية التي ليس لها غرض إلا إظهار البلاد بالمظهر الخارج عن السيطرة وإعطاء الذريعة للتدخل الأجنبي فيها، خاصة بعدما صدر عن بعض رموز النظام السابق المقيمين في مصر من تأييدهم للمجموعات المتطرفة والإشادة بها. وفي 29 من مارس 2015 صدر بيان عن دار الإفتاء حول الأحداث الجارية في مدينة بنغازي، وجهت فيه دعوة لأهل بنغازي خاصة والشعب الليبي عامة إلى التبرؤ من الفكر الغالي في التكفير الممثل في دولة البغداد، وألا يغتروا بشعاراتها البراقة، وأن يقفوا صفا واحدا لمقاومة هذا المد. وفي تاريخ 21 من مايو 2015 صدر بيان عن فضيلة مفتي عام ليبيا بشأن تفجير بوابة الستين شرق مصراته، والذي استنكر فيه هذا العمل الإجرامي ودعا الليبيين كافة إلى التبرؤ من الفكر المغالي في التكفير وألا يغتروا بشعارات يستعملونها على غير وجهها الصحيح لا تمت تطبيقاتها للإسلام بصلة، مطالبا منتسبي الكتيبة 166 المكلفة من رئاسة الأركان التابعة للمؤتمر الوطني وغيرها من الكتائب المكلفة بحفظ الأمن ألا يتهاونوا فيما أسند إليهم القيام به. وفي تاريخ 31 من مايو 2015 صدر بيان عن فضيلة المفتي بشأن تفجير بوابة الدافنية، والذي نبه فيه إلى التبرؤ من الفكر المغالي في التكفير وألا يغتر أحد بشعارات يستعملها أصحاب هذا الفكر على غير وجهها الصحيح لأنها لا تمت تطبيقاتها إلى الإسلام بصلة. اعتبر أحد الأعضاء المقاطعين لمجلس النواب المنحل المنتخب عن مدينة مصراتة محمد الضراتة تصريحات المتحدث باسم قوات مجرم الحرب حفتر بشأن تحرير سرتة، اعتبرها بأنها تصدر عن شخصية غير قادرة على حل مشكلة الوطن. الضراتة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ذكر أن قادة ما يعرف بالكرامة لا يستطيعون الاعتراف بإنجازات الثوار في سرتة بسبب ما وصفها بالعقلية العسكرية غير المسؤولة التي يمتلكها قادة ما يعرف بعملية الكرامة. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا العضو المقاطع لمجلس النواب والمنتخب عن مدينة مصراتة السيد محمد ضراد. سيد محمد مرحبا بك معنا، وهل البيان يراد منه رسالة لعملية الكرامة للتوضيح؟ نعم، تحية ليك ولكل الأخوة المشاهدين في قناتكم قناة التناصح. في الواقع هذا البيان يعني أتى في يعني بسبب تصريحات الناطق الرسمي باسم عمليه الكرامه. في الواقع نحن حاولنا ان نوضح بعض الامور في هذا البيان.
أولا يجب أن يكون هناك فصل في الحقيقة ما بين برقة المجاهدة وما بين العسكر وما بين الاستبداد. فنحن في الواقع ليست لدينا مشكلة مع برقة، ولكن مشكلتنا الآن هي مع الاستبداد، مع محاولة عسكرة ليبيا بشكل أو بآخر. أيضا كان يجب يعني توضيح كثير من الأمور وكثير من المغالطات التي حاول المصباري أن يعني يدرجها في المؤتمر الصحفي الذي ذكر فيه بأن يعني هؤلاء الشهداء ليسوا شهداء، وإنما حاربوا لأجل قضايا يعني تنتمي لجماعات معينة وغيرها من كل هذه الترهات. فنحن حاولنا أن نبين بأن عملية البنيان المرصوص هي عملية وطنية بامتياز في الواقع، شارك فيها كثير من أبناء الوطن. نعم مصراتة تحملت العبء الأكبر في هذه العملية، ولكن أتت لتطهير هذا الوطن من هذه الفئة الظلمية. أيضا يعني نعتبر بأن هذه العملية ستكون مفتاحا لكثير من الاستقرار في المنطقة، وخاصة بعد أن تفتح هذا الطريق وتستمر الحركة بشكل أو بآخر بين الغرب والشرق يعني بشكل أفضل من السابق. طيب سيد محمد، هل برأيك تصريح الناطقة باسم الكرامة كان موجها فقط إلى مدينة مصراتة أم ماذا؟ في الواقع هو ذكر مدينة مصراتة تحديدا بالاسم، وهذا دل على شيء، دل على فشل يعني ذريع الذي تمثل في مشروع الكرامة، والذي رفع شعار محاربة الإرهاب. في الواقع هو لم يكن شعارا حقيقيا، بل كان يلقى على الخصوم لتحقيق يعني أجندات سياسية بشكل أو بآخر. أعتقد هذه يعني هذه الحرب التي حصلت في سرت عرض كثير من يعني من الاستغلال السياسي لمصطلح الإرهاب ومحاولة إلصاقه بأي شخص كان، بغض النظر إن كانت هذه يعني هذه التهمة صحيحة أو لا. فما حدث في سرت حدث بدون ضوضاء، بدون جلبة كثيرة، بدون أيضا يعني استغلال سياسي لجهة أو لفئة معينة، بل كانت معركة لكل الوطن. للأسف حاول المصماري النيل من هذا الانتصار، النيل من الأبطال، النيل من أيضا المدينة، أيضا محاولة زرع يعني أو زيادة. نعم سيد محمد، طيب والشقاق وفك النسيج الاجتماعي. طيب سيد محمد، كسؤال أخير قبل أن نختم معك، ما توقعك لردة فعل عملية الكرامة بعد أن تم تحرير سرت بالكامل؟ أعتقد سيحاولوا لفت الانتباه بكثير من الفوضى. نحن رأينا بعض يعني الهجمات الإعلامية، قصف الجفرة، لا أدري يعني صحة هذه الأخبار، ولكن ما تداول في اليومين الماضيين، كل هذه العمليات محاولة للتغطية على هذا الانتصار الذي سيكون مشروع يعني لتأسيس، أعتقد لتأسيس شكل جديد في المرحلة القادمة من الصراع السياسي. ستعرى كثير من يعني من الشعارات التي كانت ترفع وتبتز بها الأموال سواء من دول إقليمية أو دول دولية. فأنا أتصور بأن المرحلة القادمة إن أسست بشكل جيد، إن تعامل معها الوطنيون تعاملا يعني بشكل جيد، ستؤسس لمرحلة أفضل. أيضا ما أريد يعني أنا أيضا وضحت في البيان، الآن فرصة مهمة جدا لفتح حوار حقيقي ما بين يعني مع برقة. أنا أتكلم على برقة، أنا أتكلم على برقة الجهاد، أتكلم على المجتمع في برقة، وهو مجتمع يعني متنوع
وليس له صبغة واحدة في الواقع. أتكلم على المصاهرة الموجودة بيننا، أتكلم على التجارة، أتكلم على يعني الروابط الكثيرة. بالرغم كل هذه الحروب الآن لم تتوقف حركة التجارة ما بين مصراتة وبرقة يعني في أي فترة كان. نعم هناك صعوبات، ومع ذلك لا زال مستمرة الشاحنات وغيرها. نعم سيد محمد. في هذا نعم. السياق إذا تم تأسيس حوار حقيقي يعني ليبي حقيقي بين برقة وما بين المنطقة الغربية وكافة مناطق ليبيا، وهنا لا أتكلم عن العسكر، لا أتكلم عن حفتر حقيقة، أنا أتصور بأنه يمكن أن نؤسس بشكل أو بآخر يعني رؤية سياسية تجمع الليبيين. نعم شكرا لك سيد محمد. سيد محمد كما رأيناه في الماضي. نعم شكرا لك سيد محمد إبراهيم مضرات عضو مصراتة أو مقاطع لمجلس النواب المنحل، شكرا لك. هنأ مجلس حكماء وأعيان صوب الجمعة الشعب الليبي والثوار بمناسبة اكتمال تحرير سرت من عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة بعد هزيمتهم سابقا في مدينتي درنة وصبراتة. المجلس وفي بيانه الخميس أكد أن انتصار الثوار على تنظيم الدولة ما هو إلا دليل على صدقهم وثباتهم على الحق وتضافر الثوار مع بعضهم البعض، مستنكرا في الوقت ذاته وصف الثوار الشرفاء في مدينة بنغازي بالإرهاب. وعن الأوضاع في طرابلس أكد مجلس حكماء وأعيان سوق الجمعة أنه يرفع الغطاء الاجتماعي عن كل من يريد إدخال العاصمة في حرب لا تفرق بين المدنيين الأبرياء وحاملي سلاح حسب نص البيان. أصدرت رابطة أهالي بنغازي المهجرين بيانا باركت فيه تحرير سرت، واعتبرت أن النصر لكل أبناء ليبيا وانتصار هام لثورة 17 من فبراير. الرابطة دعت في البيان إلى تصحيح المسار من خلال هذا النصر ورص الصفوف حول هذه الطليعة من أبناء ليبيا البررة بحسب البيان مع ثوار بنغازي ودرنة، والضرب بيد من حديد على أيدي العابثين من الانقلابيين وغيرهم. يقول الحق سبحانه وتعالى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. تبارك رابطة أهالي بنغازي المهجرين لكل أبناء ليبيا هذا النصر الميمون والفتح المبين لأسود عملية البنيان المرصوص الأشاوس الذين قدموا دماءهم رخيصة في سبيل إزاحة هذه النبتة الخبيثة المسمى تنظيم الدولة من صدر الوطن. رغم التكلفة الكبيرة من الدماء الزكية والأرواح الغالية التي ارتقت إلى باريها والتي نسأل الله أن يتقبلها مع النبيين والصديقين وحسن أولئك رفيقا. ومن جهته هنأ المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا في بيانه الأربعاء هنأ قوات الثوار والشعب الليبي بتحرير مدينة سرت وتطهيرها من عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة. المجلس وفي بيانه دعا الله أن يعجل بشفاء الجرحى والمصابين من الثوار في معارك التحرير، راجية أن يكون هذا النصر بداية الفرج والاستقرار للوطن وأهله بالكامل. أيضا حيث هنأت حركة الإصلاح الإسلامي في بيانها هنأت الشعب الليبي والأمة الإسلامية بمناسبة انتصارات أبطال فبراير بقيادة مدينة مصراتة على خوارج العصر وتحرير مدينة سرت من عبثهم وسوء أفعالهم. الحركة ثمنت صنيع ثوار فبراير في دحرهم شراذم الأفق الضيق والفهم السقيم للدين الإسلامي. هذا وأكدت بأن انتصارات الثوار في سرت تدحض شبهات المرجفين ووساوس أصحاب المناهج المستوردة والأجندات الممولة. هذا وأضاف البيان دعوة الشعب الليبي بجميع مكوناته وصناع القرار فيه إلى كلمة سواء وفعل طيب يصلح به حال الوطن والمواطن. هذا وقد عادت مجموعة من كتاب الثوار للعاصمة المشاركة في حرب تحرير مدينة سرت إلى ثكناتها بطرابلس. هذا وكانت مجموعة من كتاب البركي والإحسان وغيرها من كتاب العاصمة قد شاركت في معارك سرت من عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة لتطهيرها. كاميرا التناصح رصدت رجوع بعض الثوار فلنتابع.
في خبر آخر، حيث أعلنت مصلحة المطارات وإدارة مطار طرابلس الدولي الأربعاء أعلنت اتفاقهما على الاستمرار في تنفيذ مشروع صلة ركاب مطار طرابلس وتقديم المشورة للشركة المنفذة والمكلفة من قبل حكومة الإنقاذ الوطني. مدير الإدارة في المصلحة وإدارة مطار طرابلس في بيانهم أكدوا بأن مصلحة المطارات هي مؤسسة خدمية هدفها خدمة المواطنين أينما كانوا وحلوا بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية. هذا وكان رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراجة قد طلب من المصلحة وقف التعامل مع الشركة المنفذة وضرورة إصدار بيان من المصلحة تستنكر ما تقوم به الشركة المنفذة. دعا المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا الثوار، دعوهما لرص الصفوف والتصدي للأفكار الهدامة، مطالبا من مسؤولي الإعلام وضع حد للإعلام الذي ينشر تلك الأفكار. المجلس أكد على دعم دار الإفتاء باعتبارها الجهة المعنية الوحيدة بإبداء الرأي الشرعي في القضايا العامة والخاصة وفي مقومتها للأفكار الهدامة. هذا وشدد على نقل السجناء من سجن مطار معتيقة وغيره من السجون غير القانونية إلى سجون الدولة وتشكيل لجنة تحقيق مع كافة المعتقلين، وطلب أيضا بتسليم جميع المتهمين في قضية اغتيال الشيخ نادر وتسليم مطار معتيقة إلى الجهات المختصة. الاقتتال داخل العاصمة وفي محيطها تجسيد للإرباك الذي يعانيه المشهد السياسي والأمني والاقتصادي من حالة اختناق حاد، فلنتابع. لا شيء يمكنه رفع ستر النائمين في العاصمة مثل ما يفعل أزيز الرصاص وقذائف المدافع التي وإن أفلحت في أن يهجر سكان العاصمة مضاجعهم، فإن الرئاسي المقترح النائم تحت 7 أراضين لا يصحو، وإن أطبق أزيز الدبابات على مقره الذي تتقاذفه أمواج القاعدة البحرية مدا وجزرا. المدثرون بغطاء الشرعية تحت مظلة حكومة البعثة الأممية والمنضوون تحت غيمة الداخلية والدفاع، حيث تتنافر الأضداد وتتحالف المصالح، وحيث يتجسد الارتباك وسط قعقعة السلاح وتختلط دماء القتلى المذنبين منهم والأبرياء الذين ليس لهم من ناقة ولا جمل في الاقتتال في العاصمة ومحيطها. تختلط تلك الدماء مع دماء الشيخ نادر العمراني، ويضيع الحق في سياق الباطل ليتوارى المسؤولون الحقيقيون عن قتل الشيخ نادر عن الأنظار، ويكون أبرز المستفيدين من طمس الحقيقة وسط أزيز الرصاص، وينتهي الأمر بورقة مصالحة. والواضح من مجريات الأحداث في طرابلس ألا أحد يهمه أمر سلامة العاصمة، فلا الأطراف التي تراهن على كسب الحرب يعنيها في شيء استقرار طرابلس، ولا الرئاسي المقترح باستطاعته فعل شيء، فيما المجتمع الدولي له من الهموم ما يشغله عن المشهد الليبي إلا بعض من رفع العتب في ظل تضارب المصالح وتشتت الإرادة. وبعد هذا وذاك، لا يبقى أمام أهل العاصمة وما اجتمع عليهم من شتات المدن الليبية الأخرى غير أن يجتمعوا على كلمة سواء لإنقاذ المدينة من الغرق في أتون حرب أهلية لن ترد دم الشيخ نادر العمراني، ومن المؤكد أنها ستلحق به آخرين من أخيار هذه الأمة. بعد الفاصل.
مركز طرابلس الطبي ينذر بتوقف المركز عن أداء خدماته الصحية. أهلا بكم ومن جديد وإلى بني غازي، حيث أفاد مركز السراي للإعلام باندلاع اشتباكات بين قوات مجلس شورى ثوار بني غازي وقوات مجرم الحرب حفتر الجمعة في محور الحظيرة الجمركية. المركز ذكر أن قوات المجلس استهدفت تجمعات لقوات حفتر بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، فيما انفجر لغم أرضي في مجموعة حاولت التقدم صوب تمركزات المجلس في المحور. هذا واستطاعت قوات شورى ثوار من تدمير دبابة تابعة لقوات حفتر في محور الحظيرة الجمركية. إلى ذلك، حيث أفاد مصدر طبي في مدينة بني غازي لقناة التناصح الجمعة، أفاد بمقتل 24 عنصرا من قوات حفتر جراء اشتباكات التي شهدها محاور القتال الخميسة. المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أكد أن عددا من الجرحى وصلوا إلى مستشفى 1200 وحالتهم بين المتوسطة والحرجة، مضيفا أن المشفى شهد حالة من الطوارئ والازدحام الشديد إثر توافد القتلى إليه. في بني غازي أيضا، حيث أفاد مصدر من مجلس شورى ثوار المدينة لقناة التناصح الجمعة، أفاد أن قواتهم استهدفت دبابتين وعددا من الأليات العسكرية التابعة لقوات حفتر في محور الحظيرة الجمركية. أثر الاشتباكات التي شهدها الخامسة ما أدى إلى تدميرهم بالكامل. الاشتباكات التي وصفها المصدر بالأعنف خلال الأيام الماضية، حيث ذكر مركز سرايا أن قوات حفتر حاولت التقدم باستخدام 5 دبابات وعدد من المدرعات والأليات العسكرية والمشاة أيضا. استهدفت قوات مجرم الحرب حفتر الجمعة استهدفت منازل العالقين في منطقة جنفودة السكنية بعدد من القذائف العشوائية حسب مركز السرايا. المركز ذكر أن طائرة من نوع ميجا تابعة لحفتر شنت غارة جوية على المنطقة، فيما شن طيران الأجنبي الموالي لحفتر 8 غارات جوية على مناطق متفرقة من بوصنيب وجنفودة. استقبل مستشفى الجفرة الخميس عددا من الجرحى والقتلى التابعين لوزارة الدفاع بحكومة البعثة الأممية. مصدر طبي في المشفى أكد أن المصابين تعرضوا للقصف الجوي والاستهداف في أحد تجمعاتهم. هذا وأكد عميد بلدية الجفرة فؤاد رشيد تعرض قاعدة الجفرة الجوية لقصف جوي من قبل طيران مجهولة. رشيد أضاف أيضا أن القصف استهدف قاعدة الجفرة الجوية بعدة ضربات، ومرجحا سقوط ضحايا جراء هذا القصف. تحالفات وزير الدفاع الرئاسي المقترح وتحالفات الرئاسي المقترح نفسه مع غيره من أطراف المشهد الليبي تطرح واقعا جديدا في منطقة الهلال النفطي يسمح بإعادة التموضع تجاه الحلول المطروحة للأزمة الليبية. فلنتابع. 12 ساعة بعد فجر الأربعاء كانت كافية لتستفيق رادارات الرئاسي المقترح من سباتها الشتوي لتنكر أي صلة لها بالقوات المهاجمة للهلال النفطي شكلا ومضمونا، حيث أصدر الرئاسي بيانا صنف المهاجمين في خانة من أسماهم بأطراف النزاع المسلح، وذلك على الرغم من تبني وزارة دفاعه للعملية بشكل كامل. في بيان رسمي يحمل اسم المجلس وممهور بختم وزارة دفاعه، موسم تغيير الجلود ونقض التحالفات والعهود حل هذا العام وسط المتغيرات الجيوسياسية على الأرض والتي فرضتها مصالح بعض الأطراف المتنازعة على السلطة والمتصارعة على المكاسب العاجلة منها والآجلة في العاصمة وغيرها من المناطق. ومن بين تلك الأطراف الرئاسي المقترح الذي نفى أي صلة له بالأحداث، وهو نفسه الذي اعتمد في نوفمبر الماضي
تأسيس غرفة عمليات تحرير الموانئ النفطية. وفي يوليو الماضي وصف أحد قادة غرفة عمليات الرئاسي المقترح لتحرير الهلال النفطي، وصف وزير دفاع الرئاسي المرشح آنذاك المهدي البرغثي بأنه لا ينفع لقيادة سرية لا أن يكون وزيرا للدفاع. تبع ذلك تحالف البرغثي مع الجدران بعد صفقة 45 مليون دينار الذائعة الصيتي مع الرئاسي المقترح في سبتمبر الماضي. الأموال التي بيد الجدران وتحالفات وزير دفاع الرئاسي المقترح مع غيره من أطراف المشهد الليبي تطرح واقعا جديدا في منطقة الهلال النفطي، يسمح بإعادة التموضع اتجاه الحلول المطروحة للأزمة الليبية وإعادة توزيع الأدوار تحت مظلة رئاسي لا يملك على الأرض إلا شيئا من سدر قليل. أصدر مركز طرابلس الطبية بيانا ناشد فيه المسؤولين وصناع القرار في دولة ليبيا العمل على حلحلة مشاكل المركز وبشكل عاجل. المركز وفي بيانه أشار إلى تهديد الشركة المشرفة على تشغيل وصيانة المعدات بالتوقف عن العمل في حالة عدم الإفراج عن مستحقاتها، الذي سيؤدي إلى تعطيل تقديم الخدمات بشكل كامل، مضيفا أن المركز يعاني نقصا حادا في المستلزمات الطبية والأدوية والأطقم الطبية الأجنبية المساعدة، وكل ذلك بحسب البيان نتيجة الديون المتراكمة والالتزامات السابقة. وصل إلى ميناء طرابلس البحرية محول كهربائي بكافة ملحقاته قادما من الدولة التركية لتركيبه في محطة كهرباء الزاوية المزدوجة. مدير دائرة الإعلام بشركة الكهرباء محمد تكوري قال إن القدرة الإنتاجية للمحول تبلغ أكثر من 150 ميجاواط وسيكون جاهزا للعمل على الشبكة خلال 3 أسابيع. هذا وأضاف تكوري أن المحول جرى استيراده بكافة ملحقاته والتي تشمل المبردات والزيوت وغيرها، وسيساعد في التخفيف من زيارة ساعات طرح الأحمال التي تشهدها بعض المدن في المنطقة الغربية. في الخبر الأخير لهذه الساعة، حيث أعلنت إدارة المصرف التجاري الوطني توقف المصرف عن تقديم خدمات إدارة البطاقات المصرفية لمدة مؤقتة. المصرف اعتذر في بيان جاء على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن عدم قدرته على مساعدة الزبائن بإنجاز معاملاتهم المصرفية والمتعلقة بالبطاقات، نظرا لعدم تمكن موظفي الإدارة من الوصول إلى مقر إدارة البطاقات لأسباب أمنية. هذا وأكد المصرف أنه سيستأنف العمل بإدارة البطاقات في أسرع وقت ممكن فور عودة الاستقرار الأمني. إلى جولتنا في أحوال الطقس فلنتابع. وقبل الختام هذا تذكير لأهم الأنباء. مفتي الديار الليبية يؤكد أن عدو بني غازي هو عدو مدينة مصراتة وهي هدفه الأول إن سقطت بني غازي. المؤمنين المجاهدين الصابرين. محمد الضراط يعتبر التصريحات المتحدثة باسم الكرامة تدل على أن قواتهم غير قادرة على حل مشكلات الوطن.
مصلحة المطارات تقرر الاستمرار في صيانة صالة الركاب في مطار طرابلس والسراجة، يدعو للتوقف على أعمال الصيانة. جاء في السابعة أيضا مركز طرابلس الطبي ينذر بتوقف المركز عن أداء خدماته الصحية. ختام السابعة قدمناها لكم من قناة تناصح، إلى اللقاء.